السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع الجزائر العاصمة لنوقف على الأشغال تاع التهيئة تاع ساحل الصابلات، واللي فيه يعني جزء جديد من يعني الأشغال سوف يتم على مستوى إذا منطقة أرديس. إذا هذه المنطقة هذه اللي بقات هنايا بقات يعني تنتظر في عملية نتاع التهيئة. وهنا نشوف المارينا الجديدة هذه، وكذلك الصف تاع واد الحراش هنا. وهنا عندنا منطقة هنا، المنطقة هذه كلها، إذا كل هذه المنطقة سوف يتم تهيئتها لتنضاف إلى يعني التهيئة هذه. وهنا نشوف التصميم نتاع المنطقة هذه. هنا عندنا الجزء اللي راه مكتمل، وهنا فيه مساحة سوف يتم إذا إنشاء كورنيش فيه أشجار ومنطقة للنزهة. إذا هنا نشوف إذن هذه هي الأشغال التي سوف يتم يعني انطلقت الأشغال هذه منذ أكثر يعني حوالي أسبوعين، واللي راهي الآن يعني قيد الأشغال. وهنا كذلك نشوف عندما ندمج الجزء يعني التصميم داخل الصورة هنا تاع المنطقة، نلاحظ إذا كيف ستصبح بعد الانتهاء من الأشغال هنا. خليكم تابعوا الصور نتاع الزيارة تاع والي ولاية الجزائر العاصمة إلى موقع التهيئة هذا. إذا والسلام عليكم.